كان عندي كلام. بكل بلدان العالم اكو مقياس للناس المتقدمين للمنافسة بالانتخابات، لازم يكون عنده منهاج انتخابي واضح وعنده وعي سياسي وعنده نفس وطني وعنده فهم اقتصادي عميق وغايته يخدم وطنه مو حزبه وحاشيته، ولازم ما عنده طائفية وما عنده حق سياسي وما عنده طمع مادي وما عنده أجندات دولية. وانتو يا شعبنا بقت يمكم، اكو صالح واكو طالح، وصندوق الانتخابات هو امتحانكم لبناء بلدنا او تهديمه. واللي يقول كلهم فاسدين اني اقول هذا الكلام مو صحيح، لان لو خليت قلبت واحنا علينا نسوي والباقي على ذمة المسؤول. تصبحون على وطن امن في امان الله.